بدأ حجاج بيت الله الحرام اليوم التاسع من ذي الحجة أداء ركن الحج الأعظم بالوقوف على صعيد عرفات، وذلك غداة قضائهم يوم التروية في مشعر منى. واستمع ضيوف الرحمن إلى خطبة يوم عرفات، ثم أدوا صلاتي الظهر والعصر بأذان وإقامتين جمعا وقصرا اقتداء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومع مغيب شمس يوم عرفات ينفر الحجيج إلى مزدلفة، حيث يؤدون بها صلاتي المغرب والعشاء ويبيتون بها حتى فجر يوم غد العاشر من شهر ذي الحجة. لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك.